أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم السبت 25 أيلول القمر اليوم هو موجود في برج الثور ولكن رح يصير في خلو مسار من ساعات ما بعد الظهر فهذا رح يأثر على الأبراج شوي طبعا لأنه برضو القمر رح يكون منتحس في تشكيل لبعض الزوايا اللي راح تأثر خلينا نشوف أول إشي القمر وين موجود الآن هو موجود في منزلة الدبران هي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد فيها طبعا القمر راح ينتقل في ساعات الصباح اللي هو صباح يوم السبت الساعة سبعة وستة دقيقة بتوقيت غرينتش يعني بتوقيت الأردن الساعة عشرة وربع رح ينتقل القمر لمنزلة الهقعة منزلة الهقعة هاي منزلة سيئة برضو لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم مثلاً من الجسم أشخاص عندهم مثلاً دمل أو عندهم مع شيء في جسمهم حابين يعملوا جراحة لاستخراجه أو تنظيفه عندهم أسحار في, أم في الأمعاء حابين يستخرجوها الفترة هاي ممتازة لهاي الأمور من الأفضل في هاي الفترة عدم البدء بأي شيء جديد لأنها لا أول إشي هي منزلة سيئة واثنين أنه القمر بده يعمل خلو مسار في ساعة الظهر ففيش مجال كبير إلا ساعات الصباح القمر اليوم زي ما حكينا هو موجود في منزلة في في برج الثور ودائما لما بيكون القمر موجود في برج احنا بناخذ من صفات هذا البرج او بيأثر علينا جميعنا صفات او اهم الصفات في هذا البرج فعشان هيك اهم الاشياء اللي راح تتركز عليها اليوم هي انه بنشعر بالحذر اكثر ومنميل للمحافظة على ممتلكاتنا قلما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديًا وألا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق. في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار، ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت، مثلًا شاهد التلفزيون أو مجالسة العائلة أو حفلة عائلية. بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عندنا مجموعة من الزوايا راح تتشكل اول زاويه راح تكون زاويه تسديس ايجابيه راح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون في تمام الساعه 7 و23 دقيقه صباحا بتوقيت غرينتش طبعا تاثير الزوايا على جميع الابراج وبما انه بنذكرها تحسبوا انه طول اليوم تاثير هاي الزوايا طبعا هاي الزاوية بما أنها أوجها الساعة سبعة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا يعني الساعة عشرة و23 دقيقة بتوقيت الأردن بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة عشرة وثمانية وأربعين دقيقة صباحاً يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا ، الساعة عشرة وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني بتوقيت الاردن الساعة واحدة وثمانية واربعين دقيقة بعد الظهر ، اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الاخيرة قبل بداية خلو المسار هي زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة واحدة وتسعة دقائق بعد الظهر بتوقيت غرينتش يعني الساعة أربعة وتسعة دقائق عصرا بتوقيت الأردن هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة ببدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة واحدة وتسعة دقائق بعد الظهر بتوقيت غرينتش الساعة أربعة 9 دقائق عصرا بتوقيت الأردن رح يستمر لبعد منتصف الليل لمنتصف ليل السبت على الأحد فعشان هيك بكرة احنا رح نذكر الانتقال من الثور للجوزاء للقمر وطبعا فترة خلو المسار هاي فترة سلبية لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبه او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدانا فيه قبل خلو المسار يعني اي شيء كنا بادئين فيه او عقدين النيه عليه او محددين وقته في فتره مش خلو مسار لو تممناها في فتره خلو المسار ما فيها اي مشاكل في فترة خلو المسار في زاوية راح تتشكل زاوية بطيئة هاي الزاوية زاوية إيجابية طبعا راح تستمر تقريبا بحدود الخمس أيام القادمة هاي الزاوية زاوية, زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين المريخ وبين زحل ورح تكون في تمام الساعة تسعة وتسعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت غرينتش يعني بتبلش أو أوجها بعد منتصف الليل ب 49 دقيقة بتوقيت الأردن يعني الساعة 12 و 49 دقيقة بعد منتصف ليل السبت على الأحد طبعا تأثيرها له ثلاث أيام ولكن رح يستمر معنا تقريبا من خمسة إلى سبعة أيام هاي بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا أو بتعطينا طاقة للتغلب على العقبات وتجاوزها وخصوصا في مضمار العمل مضمار المشاريع. بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر هو انحسار المحدب 19 يوم في تمام الساعة 6 و10 دقائق بعد العصر بصير 20 يوم نسبة الاضاءة بتصير 80%. اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة هي اليوم سعيدة بنسبة 20% القمر في الثور حتى يوم 26 تسعة منتحس اليوم بنسبة 40% عطارد في الميزان حتى يوم 27 تسعة طبعا تأثيرات التراجع بلشت تصير فعشان هيك بدكم تنتبهوا على اي شيء له علاقه بالمواصلات والاتصالات والامور اللي لها علاقه بقياده السيارات ممكن تعمل اعطال لها علاقه بالسيارات ازدحامات طرق اللي بيشتغلوا في مجال مضاربة الأموال بدهم ينتبهوا لأنه أسعار العملة بالفترة هاي بتطلع فجأة وبتنزل فجأة طبعا رح نذكرها بالتفصيل يوم في توقعات 27 تسعة طبعا عطارد ما زال سعيد بنسبة 45% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 عشرة منتحس بنسبة 15% المريخ في الميزان حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40%. أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10%. نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10%. بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10%. وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ما زالت الأجواء لها علاقة بالفرص المالية أو بالأمور المالية تحديدا فعشان هيك اليوم برضو بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة وممكن هاي الفرصة تدخل تحسين على ميزانيتكم في بعض الأشخاص أو أغلبية برج الحمل اليوم رح يعالجوا استحقاقات مالية أو يكون عندهم دفعات أو ترتيب لفواتير معينة ترتيب مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال اليوم بدك تدقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما من بعض المسائل وخصوصا الامور اللي لها علاقه بالشراكه لها علاقه بش... بشريك العاطفي شريك المال هاي الاجواء بتكون ممتازه بالنسبه لك ولكن الاهم انه انت ما تنفعل وما تعصب اليوم راح تتحسن المعنويات عندك بشكل ملحوظ اهم شيء انك تتفائل بس الاهم انك ما تعصب برج الثور ثقتكم بانفسكم اليوم اكبر من الايام الماضيه اليوم تجدوا أن النشاط بعمكم اكثر صحيح انه في نوع من انواع التشتت الذهني في نوع من انواع الارباك موجود حواليك او شيء بياثر عليك بشكل سلبي طاقتك ضعيفه في بعض الاوقات ولكن إنه الأجواء بتظلها أفضل من الأيام الماضية فممكن اليوم تتخذ قرارات ممتازة. أهم شيء إنكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي. بتتحسن عندكم المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورشة جديدة ممكن هيك تتشجع لمواجهة واقع صعب. ممكن تمارس إرادة قوية مع شوية اندفاع وحماسة. اهم شيء انك اليوم راح تنتصر على كثير من الاعتبارات اهم شيء بدون مشاكل برضه في مكان عملك وانتبهوا لصحتكم من بعض التقلبات اللي بتيجي بشكل مفاجئ برج الجوزاء يوم برضو بيطلب منكم عدم المبالغه في جهدكم الجسماني بدكم تنجزوا اللي بتقدروا عليه من عمل متراكم دون إهمال صحتكم أهم شيء أنه اليوم ما توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد ما تراهنوا على الحظ نهائيا صحيح أنه الشمس في البيت الخامس وسعيدة وبتدعمك وبتعطيك حظوظ إلا أنه عطارد بدأ يأثر بشكل سلبي فبجرد شوي من الحظوظ مع وجود القمر في بيت المتاعب شوي بتجد الحظوظ نزلت فعشان هيك هاي فترة بنعتبرها فارغة من الحظ حاول إنك تحلل الأمور بهدوء إبتعد عن الأضواء حاول إنك ما تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك يعني بدك تدرس أمورك بشكل جيد حاول إنك ما تغامر نهائيا اليوم يعني إعمل الأشياء الضرورية والمهمة هذا واحد واثنين بدك تنتبه لصحتك من بعض التقلبات برج السرطان اليوم برضه بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته أهم شيء إنك ما تبقى وحيد الظروف واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتك اليوم رح تفرح بدعم من جهة ما اليوم في خبر ممتاز راح يكون له علاقة في البيت أو بأحد أفراد العائلة ممكن شوي بعض أشخاص من يعني بعض الأشخاص من مواليد برج السرطان لأن القمر بلش يقترب لبيت المتاعب وجود الشمس سعيد بعطي إيجابية على مستوى العائلة والبيت ولكن عطارد شوي ممكن يعمل نوع من أنواع الاستفزازات أو أشياء ممكن ما تكون مش مريحيتك، انتبهوا لبعض الأعطال المنزلية وحاولوا إذا بدكم تشتروا أي شيء للبيت أنكم تتفقدوه بشكل جيد. اليوم ممتاز للقاءات والتعاون المتبادل وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة. برج الأسد ما زالت الأجواء جيدة أو نقدر نحكي إنها ممتازة في بعض الأوقات للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو اللي حابين يطوروا عملهم أو حابين يعملوا شيء لمستقبلهم من خلال شخصيات مهمة أو رؤسائهم بالعمل أو ترقية في مكان العمل بوسعكوا إثبات جدارتكم بشكل كامل للمسؤولين أهم شيء إنك ما تتذمر من كثرة الأعباء الضغوط صحيح إنها كبيرة ولكنها فترة مهمة حاول إنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأدائك اليوم رح تنطلق بكثير من التحركات عندك اتصالات عندك تنقلات عندك حوارات ونقاشات ورح تكون إيجابية ولصالحك أهم شيء إنك تسيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالانزعاج ما في داعي انك تفقد السيطرة لانه عصبيتك اليوم بتكون كارثية اذا خرجت عن حدود السيطرة برج العذراء اليوم ممكن يصلكم خبر من بعيد أو ممكن تنجحوا في أمور لها علاقة بالسفر والاتصالات بتزداد رغبتكم اليوم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بترتفع عندكم المعنويات والفرص أو فرص النجاح بتكون جيدة جدا بالنسبة لإلكم ممكن تعود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وممكن تفرح بخبر أو تجاوب معك من أحد الأشخاص يتجاوبوا معك أو تحل مسألة كانت صعبة ، الأجواء بتركز على الوضع المالي بشكل كبير في منكو رح يحصل علي بعض المكاسب المالية أو يحسن الوضع المالي تاعه ولكن بالمقابل ممكن يكون في مصاريف استشفائية أو علاجية أو اهتمام بصحة أحد الأشخاص. المشكلة اللي ممكن شوي تلفت انتباه مواليد برج العذراء أمور بتتعلق بالبيت لها علاقة بالعائلة فعشان هيك حاول برضو ضبط أعصابك برج الميزان اليوم بيحمل معاه فرص أو فرصة لمكسب مالي له صلة بشراكة أو له صلة بتعويض. صحتكم أو صحة قريب إلكم بحاجة للرعاية. حاول إنك تسارع لتهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع. ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة معينة أو تأجلها. أهم شيء إنك تتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها. اليوم ممكن تنشغل بمعاملات أو أوراق وشوي تجد فيها نوع من أنواع الصعوبة الحظ ممكن ما يدعمك أو بالأكيد هو ما رح يدعمك وممكن شوي تحس أنه الأجواء ضاغطة عليك إجمالا في منكو رح يهتم بأمور علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو مؤسسات دولة إشي له علاقة بمعاملة معينة في منكم رح يهتم بمقابلات او نحكي اشياء لها علاقه متابعه مراقبه امور صحيه لها علاقه بالبيت او بالعائله برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني القمر مقابلك تماما بيعزز الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية اليوم بصير تقارب أكبر وأوضح ما بينكو بين أزواجكم أو ما بينكو بين شركائكم أهم شيء سلبية القمر بالمقابل أنه الطاقة بتكون ضعيفة وبما أنه الشمس موجودة في بيت المتاعب وعطارد بجهز حاله للتراجع برضه في بيت المتاعب، فعشان هيك بدكم تتجنبوا الانفعالات اللي ممكن تخفي عداوه لاسيما مع الادارات، مع المسؤولين، مع الشركات وبحذرك من المشاركه باي جدال او صراع لانه اليوم انت الحلقه الاضعف فممكن تكون انت الخاسر والخصم رح يكون قوي وشرس. حاول انك تنتبه من هاي النقاط بشكل جيد صحيح انه زحل بشكل زاوية جيدة اليوم مع القمر الا انه ومع المريخ الا انه بتطلب منك شوي ضبط الاعصاب ما في داعي للانفعالات مهما كانت الاسباب برج القوس بما أن القمر اليوم موجود في البيت السادس لإلك لا فعشان هيك بركز على الأمور اللي إلها علاقة بالعمل والصحة مثل ما حكينا في الأيام الماضية ولكن رغم تراكم العمل أنتوا عندكم قدرة على إنجاز كثير من هاي الأعمال أهم شيء أنكم تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة أهم شيء برضو أنك ما تلتهي بأي شيء حاول إنك إنت أو من المستحسن إنك تبدأ عملك بوقت باكر يعني ما تتأخر كثير لأنه لازم تنجز اليوم أشياء كثير وتحقق نتائج مرضية، هاي فترة مثمرة وسعيدة بتتلقى نتائج لجهودك السابقة وبتنطلق في مرحلة جديدة، اليوم ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا بلقاء الأصدقاء أو تحاوركم معكم أو تحاورهم معكم أو تحاوركم معهم وممكن برضو يصير اليوم مساعدة من أحد الأصدقاء إلك بمسألة معينة فهذا الإشي ينعشك ويسعدك برج الجدي بترغبوا اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم. بوسع كل يوم ممارسة نشاط فني أهم مش إنك ما تتردد في التعبير عن عواطفك. حاول تكريس مزيد من الوقت لأحبائك. بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر في هيك وظروف ولكن ما تسمح لشؤونك الشخصية بإنها تأثر عليك. في منكم أشخاص رح يهتموا بأمور إلها علاقة بالعمل أو مع زملائهم رؤسائهم بالعمل حوار نقاش ترقية طلب طلب مساعدة من أحد المسؤولين كلها هاي اليوم جيدة اللي بيبحثوا عن عمل عندهم فرصة ولكن ما يعتمدوا على الحظ بدهم يجهزوا أوراقهم بشكل جيد ويكونوا مستعدين بشكل جيد لأي حوار. الأهم برضه بالفترة هاي ما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات يعني بدك تحافظ برضه على سمعتك. برج الدلو بتقدروا اليوم انكم تدخلوا أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتقدروا تعززوا برضه الروابط العائلية ولكن الأهم من هذا إذا كان في شيء ضروري أو مشتريات أو أشياء بتهتموا فيها عائلية إلها قيمة مالية بدك تدقق فيها بشكل جيد وخلي وقتها يبل الظهر بعد الظهر فترة خلو المسار أنا ما بنصحك اليوم ممكن تنشغل بمسائل عائلية أهم شيء إنك ما تترك أي شخص يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك بدك تحاذر من الخلافات وحاول انك ما تضخم الامور بتبدو اليوم شوي مرهف الاحساس ومتوتر بسبب قلق ما ممكن الموضوع بيتعلق بسفر او اجانب او اشخاص خارج البلاد ممكن يجيك خبر من خارج البلاد شوي يزعجك بالفترة هاي ولكن بالنسبة لاتصالاتك وحواراتك فهي جيدة جدا الظروف داعمة لك بشكل كبير ولكن لا تعتمد على الحظ الفترة هاي بتحمل لك ارتباط ولكن برضو بدك تنتبه على صحتك بالفترة هاي ما تهملها برج الحوت بتنشط اليوم في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات والحوارات هذا يوم مناسب للخروج في نزهه قصيره اليوم عندك نشاط عالي بيكون لك نوع من انواع التعامل مع اخ او جار بتقدر اليوم تحاور بكل طلاقه وتقنع اي شخص بوجهه نظرك اهم شيء انك تحافظ على الموضوعيه والهدوء والرصانه ما في داعي للتهور ولا للعصبيه ولا للاندفاع بدك تحصن نفسك ومعنوياتك تكون مرتفعه اليوم ممكن يكون عندك تنقلات مهمة وبتتمتع بسرعة خاطر وقوة الأفكار والأعذار يعني فترة ناشطة بشكل كبير بالنسبة لك وبتدعمك بشكل ممتاز جدا في بعض الأشخاص منكم رح يهتم بأمور إلها علاقة بالأمور المالية أو بالعقود ممكن عقد جديد او اموال شريك او امور لها علاقه بضريبه بتامين بميراث الامور الماليه المشتركه اليوم ممكن شوي تهتموا فيها او ببعض الديون وطريقه سدادها هي اللي بتكون مشغله فكرك بشكل واضح انتبه منها ما تبقى على عقد جديد الا اذا قرات بنوده واستشارة أهل الاختصاص طبعا بشكر الجميع اللي علقوا واللي كتبوا تعليقات في الحلقات السابقة واللي دعمونا وبرضو بشكر الأشخاص المنتسبين في القناة لأنه شوي حسيت أنه هيك تعليقاتكم شجعتني أكثر شفت أنه شوي نسبة اللايكات زادت وبرضو نسبة الديسلايكات زادت فشكرا لانه هذا يعتبر دعم حتى الديسلايك هذا بدعمني انه في نشاط لسه موجود على القناه فشكرا للجميع بتمنى اذا عجبك المحتوى انك تحط لايك اذا انت مش مشترك اشترك وشير الحلقه اذا حبيت طبعا انا متاكد انه في ناس بتتكهرب من اللايك الديسلايك لا بتكهربوش هذول اساسا يعني ما بحسوش بحطوه خلص بمشوا حالهم اه بالنسبة للشير اه أكيد يعني ناس كثير بدها تقول لك حرام وبلاش الناس تشوف وأشير لمين وبعدين بدها تدخل بنقاشات فاللي بيعرف يشير بيقدر يشير يشير بيقدر يشير ما يشيرش ولا أنتو حرين هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء